نعرفكم أبطال مغامرين، نعرفكم على النصر مضحيين. يالله يا عثمان هبوا كاملين وقضيوا على دوك العديان. يا أبطال القراصين يالله الكل كما لكم إلى القتال. هادوك من عندنا راحوا يا رايس. ماشي من هي على اليمين من هي لمنا. انا نشوف في زوج متعافرين. واش راه في شنو؟ ما نعرف وقيلا نساوا. لقاو عليهم بالقبر ما بقى لا خبيث ولا يا قراصين. واش اللي كان؟ راكم رجعتوا كي النسوان. خف جيب لي المقص يا عثمان ونجازي كل من اللي رجع خيفان.
زيد اعطيلهم فرصة يا رئيس يمحيوا علينا هاد البخصة بالحديد والنار يخلفوا الطار. اسمع هذه المرة راني ناخذ رأيك، بصح لو كان يرجعوا مهزومين انت اللي تتعاقب. يلا امرهم بالهجوم. هيا يا فرسان، واش دورهم القتال؟ هيا الى الامام الى الهجوم. يا رئيس خمسة مين وغيمين. شوف شوف واش قلت لك. مرة روح قبلهم. مالي ما هم يزم القساوة وكما وسينا شاك دا كانوا ما يربحوش. مالي
افتح الصندوق الاول يا عثمان. وشنو هذه المصيبة؟ هذه بلاش يا رئيس اكتب فيها حاجة.
حاجة مغربة. قولي في الصنادق وراه الذهب والياقوت ها والمرجان. راني نشوف راني نشوف بلي هادي بلي ما يتحلى انسان ما كاش. قول لي ذاك كيفاش تكون القسمة؟ اوه صعيبة صعيبة. بصح انت متفضل يا رايس. دام تفضل. هذيك هي المصيبة الكبيرة. غنجو علينا راك تعرف ليلة النسوان واش بيهم يتغنجو علينا راك تعرف ليلة النسوان بلا مدافع يغرقو شبينا ويشعلو فينا النيران بلا مدافع يغرقو شبينا ويشعلو فينا النيران ضروب تذهب العقلية ونبدأ طيب الميزان ضروب تذهب العقلية
يتغنجوا علينا راك تعرف هيل كن نسوان واش بيهم يتغنجوا علينا راك تعرف هيل كن نسوان بلان دافعي غرقش فينا ويشعلوا فينا النيران بلان دافعي غرقش فينا ويشعلوا فينا النيران Thank you.